كيفية رسم الباترون أو النموذج الورقي لأي لباس أعجبكم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لكم طريقة رسم باترون الكم أو طريقة تفصيل الكم. سيكون هذا الفيديو الأول ضمن سلسلة فيديوهات سوف تعلمكم كيفية رسم الباترون أو النموذج الورقي لأي لباس ترغبون به، قميصا كان أو فستانا أو تنورة. لنبدأ على بركة الله. المقاسات التي سنحتاج إليها هي نصف دورة الكم والمشار إليها باللون الأصفر، طول الكم ونقيسه من نقطة التقاء الكتفين بالكم إلى المعصم، ثم عرض المعصم وهو متغير حسب الرغبة. سنحتاج إلى قياسين آخرين وهما عمق فتحة الذراع ونقصد به الارتفاع من أعلى الكتف إلى أسفل الإبط. ولكي نحصل عليه نأخذ دورة الصدر ونقسمها على 8 ثم نضيف إليها 2 سنتيمتر. للحصول على طول المرفق نأخذ طول الكم ونقسمه على 2. هذه هي المقاسات التي سأعمل عليها في هذا الفيديو. لدي عمق فتحة الذراع 14 سنتيمتر، نصف دورة الكم 26 سنتيمتر، طول الكم 58 سنتيمتر، عرض المعصم 12 سنتيمتر، طول المرفق 29 سنتيمتر. بعد تحديد هذه المقاسات وبعد معرفة طريقة أخذها، نمر الآن إلى طريقة تطبيقها على النموذج الورقي. على ورق مطوي على 2، مطوي من هذه الجهة، نرسم خط أفقي مستقيم ونضع النقطة A كما هو مبين في الشكل، ثم ننزل من النقطة A بأربعة عشر سنتيمتر وهي عمق فتحة الذراع ونضع النقطة B. ثم نرسم خط مستقيم يمر من B وموازي للخط الذي رسمناه على مستوى النقطة A. من النقطة A نقيس طول المرفق ونضع النقطة C. ونرسم خط مستقيم يمر من C وموازي للمستقيم الذي رسمناه على مستوى النقطة B. بعدها نحدد طول الكم فنقيس من النقطة A 58 سنتيمترا وهي طول الكم ونضع النقطة D. ونرسم خط مستقيم يمر من D وموازي للمستقيم الذي رسمناه على مستوى المرفق، أي الذي يمر من C. بعدها أحدد عرض الكم. لدي في المثال نصف دورة الكم هي 26 سنتيمتر فأقيس من A 26 سنتيمتر. أقيس من هذه النقطة A 26 سنتيمتر أينما وجدتها على مستوى الخط الذي يمر من B، أضع النقطة O سواء وجدتها هنا أو هنا، أنا في هذا المثال وجدتها هنا في هذه النقطة. إذا أضع النقطة O هنا. بعد ذلك أجزئ القطعة AU إلى أربعة أجزاء متساوية. وأسميها ABC بحروف صغيرة. ثم أصعد من النقطة A صغيرة من على مستوى الخط AU ب1.5 سنتيمتر. ومن النقطة B من على مستوى الخط AO بسنتيمتر واحد، ثم من على مستوى نفس الخط AO أنزل ب0.5 من النقطة C كما هو مبين هنا في الشكل. بعدها أصل بين هذه النقط بخط يمثل أعلى الكم كما هو مبين في الصورة.
من النقطة D أحدد عرض المعصم. لدينا في المثال عرض المعصم هو 12 سنتيمتر، فأقيس من النقطة D باتجاه داخل الشكل 12 سنتيمتر وأضع النقطة G، ثم أصل بين النقطتين جي أو بخط مستقيم. على مستوى خط المرفق، الخط الذي يمر من السي، أدخل بسنتيمتر واحد باتجاه داخل الشكل، ثم أرسم خط يمر من النقطتين أو جي كما هو مبين في الصورة، وهذا يرمز لي أو يمثل لي الجانب جانب الكم. الآن قمنا برسم نصف الكم، وقبل أن نفتح هذا الورق المطوي الذي نرسم عليه، نقوم بقص هذا النموذج الذي رسمناه لنحصل على رسم يمثل لنا الكم كاملا. في النصف الذي رسمناه هناك خطوط العرض، أما بالنسبة للجانب الذي نسخناه لا توجد أي خطوط، فقط نعيد رسمها انطلاقا من الخطوط الموجودة على النصف الأصلي. على ثوب مطوي على اثنان وفي اتجاه مسار الثوب نضع هذا النموذج الورقي. ثم نضيف هامش الخياطة سنتيمتر واحد من كل جانب، باستثناء جانب المعصم نترك 3 سنتيمترات. نحدد بطبشور مستوى خط المرفق، هذا يساعدنا أثناء الخياطة، فقط نلاقي بين هاتين العلامتين عندما نريد الخياطة. أما هذه علامة الوسط والتي توجد في أعلى الكم، فهي النقطة التي تكون مقابلة للخياطة التي تجمع بين الجانبين الخلفي والأمامي للقميص. بعد قص الثوب سنحصل على هذا الشكل مكون من قطعتين منفصلتين. بعد فصلهما نضع علامة بالطبشور فوق هاتين القطعتين، هذه العلامة تشير إلى وجه أو إلى داخل الثوب من خارجه، وهذا لكي نتجنب أي مشاكل أثناء الخياطة، خصوصا إذا كان داخل الثوب يشبه خارجه أي يصعب التمييز بينهما. كان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.